هذه قناة شوف تي في. مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مجددا من مدينة الرباط. طبعا الوقفة الاحتجاجية تحولت إلى مسيرة في الأحياء اللي انطلقت، كانت وقفة يعني أمام صحة باب الحد اللي انطلقت باب الحد، والآن تجوب شوارع الرباط وأحياء أزقة ديال الرباط. هنا كنشوفوا طبعا حضور مكثف ديال رجال الأمن الوطني من أجل تأمين هذه المظاهرة، اللي كنشوفوا حاضرين عناصر رجال الأمن الوطني وكذلك صحبة رجال الوقاية القوات المساعدة. كذلك القوات المساعدة من أجل تأمين هذه الوقفة الاحتجاجية اللي كيف ما قلت كانت هي في الأول وقفة وتحولت إلى مسيرة في طبعا كيف ما كتشوفوا معنا على الاعلان المباشر مشاهدي قناه شوف تي في، المسيره اللي انطلقت من باب مساحه باب الحد اللي تحولت الان الى الاحياء والشوارع. فكنشوفوا تدخل ديال رجال الامن الوطني من اجل حفظ يعني هذه الوقفه الاحتجاجيه وحفظ ممتلكات ديال، طبعا هذه الوقفه اللي هي سلميه 100%، ولكن من اجل يعني ما تكونش واحد انزلاقات. كنشوفوا الان كنشوفوا الان تدخل رجال الامن من اجل حفظ النظام العام. يعني الوقفه انقسمت الى 2، شوفوا معنا على المباشر يعني مجموعه اللي مشات على اليمين ومجموعه على اليسار، اللي كيف ما وضحت في الاول لان هذه الوقفه انطلقت من الساحه الشهيره ساحه باب الحد واستمرت، تحولت من وقفه الى مسيره اللي توغلات في الاحياء والازقه ديال شوارع الرباط، اللي خلى رجال الامن يتدخلوا باش يحفظوا على النظام العام ديال هذا الوطن. خصوصا انا كنشوف انه كاين مقاهي، كاينين سيارات، كاينين باش ما تكونش يعني نوع من الفوضى. والحمد لله ان هذه المسيره او هذه الوقفه مرت في ظروف جيده. مشاهدي قناه شوف تي في نحاولوا اننا نلتحقوا بالمجموعه الثانيه نشوفوا يعني الاجواء كيفاش دايره هناك على المباشر. إذن مشاهدي قناة شوفوا هذه الأجواء الآن على المباشر من مدينة الرباط. على كل حال الوقفة أو المسيرة الاحتجاجية مرت في ظروف جد عادية. اسمحيلي صورها.
إذا على ما أظن دابا مشاهدي قناة شوف تيفي الوقفة على وشك الانتهاء، ربما يعني الأوضاع الآن أو الأجواء الآن كتوحي على أن الوقفة انتهت. طبعا الوقفة اللي تحولت إلى مسيرة تجوب شوارع وأحياء الرباط.